لو سمحتي لا تعيقي المراسم. بس العائق موجود اصلا. يلي قدامكن هلا هي العائق الكن، كل الموجودين بهالبيت. ما حدا رح يحميكن. تعرف ليش؟ لأنه أنا هون. أنا داميني، أنا اللي رح كون صاحبة هالبيت. هذا البيت بيتي. أنت كيف هربتي من السجن؟ القانون ما رح يسكت على هيك عملة. يا حكيم شيل إيدك. بكفي، أنا قلت لك لا تعيقي المراسم. شيلة. شو هذا اللي عم تعملي؟ وبالمراسم كمان؟ مراسم؟ أنا يلي رح أعملها. كل الموجود وغراض المراسم كمان. وهلأ أنا رح أنهيكم كلكم. سمعتوني؟ وكمان بهذا اليوم، وبوعدكم لو مين ما تصاوب ما رح يهمني أبداً. حماتي! لك شو؟ يا جماعة هاي المرة مجنونة! إيه صح، أنا مجنونة فعلاً، كلام الحكيم مزبوط. شكلك فقدتي عقلك، خلاص أنت جنيتي. إيه أنا جنيت. عم تسمع؟ تاخد مني بيتي، تاخد مني عائلتي وكل شي. بده يضل فيني عقل؟ ما بدي جن. إيه أنا هلأ جنيت. أرمي، أخدت مني بيتي وكل عائلتي وحبايبي. هي أخذت كل شي مني، أخذت كل شي، وحتى ابني حبيبي إيشان. هي أخذت إيشان مني، سرقت ابني مني. داميني، أخذت عائلتي وبيتي. ستي، ولسه كل هاد ما كفاكي؟ لك حتى زوجي، حتى زوجي بده ينفصل عني. تعرفوا ليش؟ تعرفوا ليش بده ينهي زواجنا؟ السبب هو أرمي. وأخي صار يحب لا أرمي. لا، وبيضل عم يمدحها. أرمي، 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 أرمي. عرفتوا ليش جنيت؟